راديو ماكس لا راديو دو سبور اي دو لا ميوزيك. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه اخرى من حلقات برنامج الصراحه راحه. جمعه مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله على الامه الاسلاميه كامله. نتمنى ان شاء الله يكون صباحكم مبروك بدوام الصحه والعافيه. مرحبا بكم معنا في الحلقه ديال نهار اليوم، حلقه اللي كيف تعودتوا كل يوم جمعه فيها جزء الاجزاء. الجزء الاول دائما يكون حاضر معنا ضيف اللي كيتكلم بصراحه حول مجموعه من المواضيع الفنيه او الثقافيه. كذلك في الساعه الثانيه من البرنامج كتكون معنا الاستاذه ديلار اللي من خلالها كنتعرفوا على بعض المواضيع القانونيه المهمه هي محط تساؤلاتكم مستمعي الكرام. اليوم غادي نتكلموا على الطلاق للشقاق رفقه الاستاذه ديلار ابتداء من 11 ديال الصباح. واليوم سعيد جدا بحضور يعني فنان عطاشي الكثير الاغنيه المغربيه، فنان يتكلم دائما بحرقه على مجموعه يعني من الملاحظات، مجموعه من انتقادات البناءه، والهدف هو تطوير يعني الاغنيه المغربيه وكذلك اعطاء نفس جديد لها من خلال مجموعه من الانتاجات الفنيه. دائما خلق رواج اعلامي من خلال مجموعه من التصريحات ديالو الجريئه اللي من خلالها كيحاول على انه يوضح وجهه نظر ديالو في مجموعه من الاعمال الفنيه يعني اللي كتكون في الساحه الفنيه. فضيفنا نهار اليوم اكيد انكم عرفتوه صاحب يعني مجموعه من الاغاني الفنيه اللي فرضت وجوده كفنان حقيقي في الساحه الفنيه بالشهاده ديال مجموعه من الفنانين سواء من الجيل الذهبي او لا من الجيل ديال اليوم. استاذ محمد زياد ضيفنا في برنامج الصراحه راح. اهلا وسهلا. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. صباح النور عليك سيدي زهير والطاقم ديال البرنامج والمحبين ديال راديو مارس، وجمعه مباركه ان شاء الله على الجميع. مرحبا بك، على سلامتك بعدا من العمره. نتمنى ان شاء الله تكون مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله صافا بعدا كل شيء بخير الحمد لله، كل شيء هاني، اللهم لك الحمد. الحمد لله. إذن محمد زياد دائما يعني ارتبطت حواراته الإعلامية أو الإذاعية أو الصحفية يعني في الصحافة المكتوبة ولا يعني في التلفازة، ارتبطت بواحد اللهجة اللي هي قوية في أي واحد كيحاول أنه ينتج إنتاجات اللي ممكن أنها تقيس السمعة ديال الفن الجميل في المغرب. فمؤخرا شفنا وسمعنا محمد زياد خرج مجموعة من التصريحات القوية في مجموعه من الفنانين اللي هما منهم يعني فنانين اللي هما اصدقاء ديالك. هاد الجراه مناش نابعه استاذ زياد؟ من الغيره. نعم، من الغيره على الفن. اولا التصريحات جات نتيجه لواحد التفاعل صادق مع ما يجري في الساحه. كيف تتعرف اخويا زهير، الاغنيه المغربيه عبر السنين واحد العدد كبير ديال الاغاني وعدد كبير ديال الفنانين عانوا من المجاملات ومن النفاق. واحد العدد الاغاني كنقدروا نسميوه نفاق فني، نقدروا نسميوه نفاق فني، لان كاين واحد العدد الاغاني كيداروا هما اليوم تيعرفوهم باللي خايبين والناس يقولوا لهم الاغنيه تبارك الله عليك. نعم، على حساب الجمهور. على حساب، لا خلي الجمهور، ابار الجمهور، قبل ما يوصلوا للجمهور. نعم. حيت كاين منا بعض الفنانين كيسمعوا للفنانين بعضياتهم كيعرفوا وجهه النظر. وجهه النظر، فانا ما يمكنش مثلا يجي عندي زهير يجيب اغنيه كنحس بها انا ناقصه فنيا او في الكلام او في اللحن او كذا ونقول له هادشي زوين تبارك الله عليك. انا ماشي النوع اللي انا ماشي من هذا النوع، انا ما تنقولش هادشي. حاجه اللي مزياناش ما مزياناش واللي مزيانه مزيانه، لان هذه مسؤوليه وهذا تاريخ، وهذيك الاغنيه راه وثيقه تاريخيه. نعم. هذه اللي ما بغوش يفهموا الناس، لان هذيك الاغنيه هي راه وثيقه تاريخيه تؤرخ لمناخ ديال الدوله ديال الامه، تؤرخ لواحد الفتره حضاريه انسانيه. الاغنيه راه كتوثق لهادشي، فخصها تكون في المستوى ديال هذيك القيمه اللي عندها، التاريخيه اللي عندها. نعم. وبالتالي هذه الاغاني ما انا ما تنقولش مثلا في التصريحات الاخرى ديالي ما تنقولش باللي جميع الاغاني خايبين، جميع الاغاني ما مزينينش، او هذا الجيل كله فاسد. نعم. لا ابدا، اصوات جميله جدا، الموسيقيين مزيانين، الملحنين زوينين، واللحن تيبقى نسبي. اللحن حيت اللحن يمكن تكون جمله موسيقيه واحده وتخلق الحدث، ماشي عيب الا كانت اغنيه فيها جمله واحده موسيقيه شدت الناس، كيتسمى لحن وكيتسمى اغنيه مزيانه، ولكن الكلمه هي النواه الحقيقيه. ما يعاب عليك استاذ زياد هو انه يعني في التصريحات الاخيره يعني شخصي يعني ذكرتي اسماء ربما من خلال تلميحات لبعض الاغاني اللي غنوها، ما تكلمتيش على ما كيقولوا على الانتقادات ديالك يعني بشكل عام، فانت يعني فحال سيبليتي الناس اللي بغيتي توجه لهم الكلام ديالك. لا 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 لا، خطا الا تفهم هادشي ديالي بهذه الطريقه خطا.
انا علاش سميت الاغاني بعض الاغاني على مستوى على المستوى الموسيقي كنقول لان مثلا بعض الاغاني ديال بعض الفنانين اللي هما اصدقائي واخوتي صغر مني وربما في السن ديال ولدي كاع هاد الاغاني كلهم على المستوى الموسيقي كيتشابهوا لا على مستوى الاصوات اللي كيشتغل بهم الموزع الموسيقي لارونجور ولا على مستوى الايقاع ولا على مستوى الجمل ما تيخرجوش من واحد جوج ديال الانغام او الكرد او النهاوند والموسيقى المغربيه غنيه محصوره في هذه غنيه جدا الموسيقى المغربيه فيها بزاف الانغام وبزاف ديال المقامات والمقامات العربيه هي كثيره ما يمكنش نحصلوا نفوسنا في جوج المقامات النهاوند والكرد هنا كنقولوا على اننا تنعرفوا نلحنوا غير في هذ جوج الانغام وحنا عندنا ملحنين كبار رواد مشاو ماتوا الكل اللي باقي حي كانوا تيشدوا الاغنيه تيفصلوها تفصيل وتعطيوا واحد العدد تو قطار الحياه مثلا في اربعه الكوبليات كوبلي ما تيشبه الواحد راحله برد سخون سيدي انا حر ساعه سعيده واحد الاغاني اللي هما الاغنيه كتبدا في الكوبلي الاول والثاني والثالث ما كيتشابهوش كاين غينا واش ما كتشوفش باللي كل زمان والخصوصيه ديالو الخصوصيه ديال هذا الزمان ربما ما بقاش تقدر انك تنتج اغنيه اللي فيها مثلا ربعه ديال المقامات ولا خمسه ديال المقامات ولا 15 دقيقه ولا 14 دقيقه خصوصي لهذا الزمان اغنيه سريعه لان الوقت سريع كتطلب مقام واحد مثلا اولا جوج مقامات الا غنقولوا هكا الا غنشوف هذا التوجه هذا الزمان ما بقاش خاص قديم السهير ما يكونش ناجح دابا نعم مجد الرومي ما تكونش ناجحه دابا اصالة نصري ما تكونش ناجحه ذكر الله يرحمها في التواخير ديالها ما خصهاش تكون ناجحه الا غنشوفوا التوجه بالعكس الموسيقى المغربيه العربيه والمغربيه هذه هي الخصوصيه ديالها خاص تكون فيها التنوع حيت انت بعض المرات كتسمع اغنيه يمكن لك تشدك مقطع في الاغنيه هو اللي تيعجبك وبهذاك بسبب ذاك المقطع يمكن لك تبقى مرتبط بهذيك الاغنيه وتبغي تسمعها مره وجوج وثلاثه واربعه وتحطها عندك من المصنفات المميزه عندك في نعم. الخزانه ديالك كيفاش كتشوف اليوم يعني هذه الانتاجات واش هي تقدر تعطي يعني احنا دائما كنا كنتكلموا على ان الاغنيه المغربيه بقات محصوره في المغرب واغنيه اللي ويعني اغنيه اللي غنيه بزاف ديال الايقاعات بزاف كذلك ديال المقامات ولكن بقات محصوره في المغرب جات طغات الاغنيه يعني المصريه طغات من بعد الاغنيه الخليجيه الاغنيه من بعد اللبنانية. العراقيه اللبنانيه فكنقولوا امتى غادي يجي الدور ديال الاغنيه المغربيه وتطغى في العالم العربي واش اليوم اللي كنشوفوا باللي بعض يعني بعض يعني الجماهير العربيه ولات باغا انها تسمع اغنيه بالدارجه المغربيه وكذا بهذا الشكل اللي كتشوف دابا زياد يعني وبهذه الانتاجات اللي كاينه واش في صالحنا هذه النوعيه ديال الانتاجات شوف حنا في صالحنا انتشار كيف ما كان انتشار لا انا نعم. ضد انه يكون انتشار من اجل انتشار انتشار هذوك الناس اللي وصلوا اغانيهم لينا ونجحوا وصلوا لنا اغاني احترموا فيها الخصوصيه ديالهم هما في اللحن وفي الكلمه وفي التوزيع وحتى الادوات للشغل عندها علاقه بالوسط ديالهم هما يعني روجوا منتوج محلي ديالهم واستطعوا اعلاميا يوصلوا به لعندنا حنا خصنا نمشيو في هذا الاتجاه المشكل فين كاين المشكل ان الشباب المغربي اللي كيشتغل في الموسيقى الان شباب متاثر بالتيارات الخارجية بمعنى؟ ما بين الغرب وما بين المشرق ولكن هويته هو المغربية والأدوات اللي كتهمنا حنا هاد الاشتغال ما كنشتغلوش عليها والدليل هو أن واحد العدد الأغاني كلهم فيهم إيقاع عراقي أو خليجي أو نسميه إيقاع مهجان فيه مغربي بنسبة 30% و 70% كلها أدوات كيشتغلوا بها الناس اللي كيخدموا على الإيقاع الخليجي هنا كتقاد شي وصفة شوية من هنا شوية من هنا شوية يعني من هنا خلطة نعم كدير واحد الخلطة كتتسنى منها يمكن ليها تنجح هي دارت واحد الأغنية في الأول ودارت واحد حققت واحد انتشار علاش كتكلم مثلا نقدر نقول بدات هاد الموجة مع غضب سالينا قبل وسالينا بجوج نعم. الأغاني هاد جوج الأغاني بالضبط أنا ما كنتذكرش شكون فيهم اللي سبقات سبقات غضب سالينا إذا سالينا هي الأغنية اللي سعد المجرد ديال نعم. سعد المجرد واللي صوبها الصديق جلال الحمداوي أولا موزع يحترم عنده أفكار جميلة جدا وعنده رؤية مستقبلية زوينة ولكن هاد الأغنية فتحت الشهية لواحد العدد الناس اللي لقوا هذيك الوصفة سهلة باش يمكن لها الدار وإيفيكاس سهله وفعاله باش نترجم لك هذيك الفعاليه والسهوله هي اللي خلات واحد العدد ديال الناس اللي هما على علتهم وعلى قصور موهبتهم تصنفوا حتى هما بحال جلال الحمداوي
لان بحال سهل عليهم الماموريه، قال لهم انتم تنتشروا هاي الوصفه تبعوني ديروا هذا الشيء. راه غير باش الحاج يعني فاش كنتكلموا على بعض الموزعين اللي محسوبين على رؤوس الاصابع هما قلال. نعم الموزعين في المغرب راه قلال. نعم راه ما عندناش بزاف. نعم عندنا واحد الشباب جايين، كاين شباب اليوم جاي الان هما تبدا تسميتهم تدور واعمالهم زوينه والطريقه ديالهم مزيانه، وكاين الناس اليوم الان معروفين كيتعتبروا في الصف الاول حتى هما. كنتمنى هذوك الناس الان اللي في الصف الاول اللي هما مثلا الحمداوي الدوسي مراد قزناي مثلا، هاد الناس يبدلوا شويه، يبدلوا الطريقه شويه، ما يخرجوا بشي حوايج جداد. نعم. الموسيقى المغربيه باش نتميزوا. انا كان عندي نقاش يعني بغير يسمح لي جلال الحمداوي الا كان كيسمع في الحلقه ديال اليوم، والاكيد ان الهضره غادي توصلوا ان شاء الله. يعني في نقاش يعني غير بينه وبينه في احد يعني في باركين بعيد على الاذاعه، وتكلمت مع هذه المساله هذه. قال لي زهير انا واحد السيد اللي كان عندي مجموعه من الاعمال الفنيه، فانا كنقترح على الفنان هذه الاغنيه، اغنيه بالنسبه لي اللي هي مزيانه فنيا ويعني لحنا وكلمات وكل شيء، فهو كيمشي لاغنيه اخرى اللي ربما ما ممكنش تجي معاه هو. فقال لك انا داير بحال شي واحد كيبيع يعني الخضره، وانا عندي جا واحد بغى يتقدى بطاطا من عندي بلاصه ما يهز بطاطا مزيانه عزل بطاطا مسوسه، فانا في الاخر كنبيع. فهذا هو اللي كان يعني المبرر ديالو، وما عرفتش واش هذا مبرر ممكن انه ناخذ بها زياد. نعم لما كنتفقش مع جلال في هادشي، لانه هو كموزع راقي وفنان كبير وفي الصف الاول، ما خصوش هذاك المغني يلقى عنده بطاطا مسوسه. نعم خصو يلقى عنده البطاطا كلها مزيانه، لان ربما ديك البطاطا المسوسه هي اللي كتنتشر بواحد الدرجه. شوف انا غنمشي معاك بعيد، فعاليه في واحد الوقت اللي واقع، انا غنمشي معاك بعيد في هذه القضيه اللي قلت، لان فهمتي هذه النقطه مهمه، المساله اللي كتعلق بهذيك هذيك الماده مثلا اللي هي مسوسه هي اللي كتكون عندها انتشار كبير وعندها فعاليه كبيره في وقت اللي واقع. ايوا انا غندخلها في المنتوج الرخيص. نعم هنا غندخلها في المنتوج الرخيص، بحال السيد اللي كيمشي على قد ميزة، لأن هنا الموزع خصو يختار يا إما يخدم يا إما ما يخدمش. بغى يخدم خصو يدير كل شيء، وكيبقى يعني كيبقى يعني الاسم كيبقى على صاحب الأغنية اللي هو غيغنيها، أو هذاك التقليد كيبقى عليه هو الاختيار. دائما كيتحمل المسؤولية المغني أو المغنية، هما اللي كيتحملوا مسؤولية الاختيار، لأن كيبقى هذيك الأغنية محسوبة في الريبرتوار ديالو هو. نعم محسوبة عليه في المسيرة ديالو هو، هو اللي اختارها هو اللي غناها. وفوق هادشي كله ملي كيبدا يغنيها في التلفزيون ولا في الفيستيفال، راه ما تيكونش حداه الملحن لاصق ليه بجنبه ومول الكلمات والموزع، راه كيكون بوحدو في الواجهه هو اللي في الفيترينا. دونك هذيك الاغنيه لاصقه ليه هو بجبهته، خايبه ديالو زوينه ديالو. الموزع كنظن ان الموزع خصو يشتغل، ولكن عنده مسؤوليه كبيره، مسؤوليه فنيه تاريخيه كبيره ما كيحيدها حتى واحد، لانه هو اللي كيصوب الموسيقى. إلا غنتكلموا على الموسيقى المغربية، راه الموزع والملحن هما الناس التقنيين ديال الموسيقى اللي كيتحملوا مسؤولية في هذيك الأغنية باش تخرج وباش تكون مصنفة تاريخية، لأن أغنية خدمات الأغنية المغربية أو ما خدماتش الأغنية المغربية. نعم غادي نستمروا معكم مستمعي الأوفياء. بطبيعة الحال يعني نقاشنا في الحلقة ديال اليوم ماشي نقاش لي هو شخصي يعني مع بزاف ديال الفنانة اللي هما أصدقاء ديالنا، بالعكس هو نقاش على المستوى الفني، لان خصنا اليوم نتكلموا على المكونات ديال الاغنيه المغربيه، ولا كان شي انتقاد فهو انتقاد على المستوى الفني ما عندوش علاقه يعني بما هو شخصي. الاشاره فقط، فجلال الحمداوي كيبقى من الموزعين ربما البارزين في الساحه العربيه، والدليل هو التصنيف ديالو كثاني احسن موزع في مجله عمرها ما اعترفت شي موزع مغربي ولا بشي فنان مغربي، اللي هي مجله يعني زهره الخليج اللي صنفته في المرتبه الثانيه، وهذا دليل على الاشتغال ديالو يعني الجيد والجاد، وكذلك عطى ضوء فعالي زوينه وعطى رواج يعني الاغنيه المغربيه بسلبيتها بايجابيتها، المهم كاين رواج. غادي نكملوا معكم مستمعي الاوفياء بعد الفاصل الاشهاري، ورجعوا من بعد بقوا معنا. رجعنا من جد مستمعي الاوفياء. يعني غير على الهامش كنتكلم انا واستاذ زياد، فتكلم معايا قال لي اليوم كنهضروا تقنيا يعني على الاغنيه المغربيه، وما عندناش يعني مشكل مع اي شخص، فكاينين بعض الناس اللي ما كيعتبروا شخصيه، انا كنتكلموا على المستوى التقني، وحنا خصنا نتكلموا حتى على المستوى التقني على في الاغنيه المغربيه، لان كيهمنا بدرجه كبيره، من خلالها كيدار التشخيص وكنعرفوا فين ممكن اننا نزيدوا، فين ممكن اننا نوقفوا، فين ممكن كذلك نحبسوا. غادي نكملوا، ولكن غادي نخليوا المستمع لو فيه يسمعوا يعني انتاج من الانتاجات ديالك اللي فرضت الوجود ديالها، من بين اغنيه المهمه اكيد ان المراه على الابواب،
والمناسبة أنني تنبغي نحيي الوالدة ديالي تنقول لي الله يشافيك الله تعالى يمتعك بالصحة والعافية ويقويك ويشافي جميع الأمهات اليوم مرض والله يقعدوا سادهم إن شاء الله يا رب يا رب شفاء العاجل إن شاء الله وإهداء لجميع الأمهات المغربيات غنسمعوا المهمة محمد زيس وغنرجعوا من بعد عندكم شي أسئلة تبغيو تطرحوها في حلقة ديال اليوم أكيد أنا بغيكم تكونوا فاعلين في البرنامج عندكم ملاحظات على الأغنية المغربية عندكم ملاحظات على ما يروج لهم في الساحة الفنية عجبكم شي حاجة ما عجبكم شي حاجة عندكم شي سؤال الأستاذ زياد يمكنكم تبعثونا برسالة قصيرة عبر رقم ديال الإسماس اللي هو 5030 تم الإسماس ديال دراهم تي تي سي المهمة محمد زياد ورجعوا من بعد رجعنا من جديد مستمع الوفياء ودائما ضيفنا نهار اليوم أستاذ محمد زياد دائما كنتكلموا على الأغنية المغربية مازال محور آخر اللي هو مهم بعد ما يعني نكملوا هذا المحور هذا محور ديال الدعم اللي كتخصوا وزارة الثقافة الأغنية المغربية كان معنا الأسبوع اللي فات سي محمد أمين صباحي سيد وزير الثقافة وتكلمنا معاه على الدعم ديال الأغنية المغربية وتكلم على أن الدعم مابقاش غير الأغنية المغربية ولا المجموعة من المجالات ولا الأغنية المغربية ولا الكتاب وكذلك مصرح. الدعم المسرحي وتشكيل وتحدث كذلك ميزانية حدث وزارة يعني الثقافة لهذا الدعم هذا وحنا اليوم سي محمد زياد راه كيحضر معنا لأنه من غير أنه أستاذ فنان فهو عضو في اللجنة ديال الدعم ديال الأغنية المغربية أكيد أن بزاف ديال الإشكالات كتطرح بزاف ديال التساؤلات كنطرحوها اليوم إن شاء الله يجاوبنا عليها محمد زياد اللي كان في وقت سابق كان عنده موقف من الدعم ديال وزارة الثقافة وكان أعلن عليه هنا الإذاعة فغادي نتكلموا يعني معه في هذه النقطة هذه غادي نرجعوا المحور ديال الأغنية المغربية ما عرفتش أنا الرواد ديال الأغنية المغربية اليوم فينا هما كاين اللي كيعيب على الرواد كيقول لك ما وجدوش الخلاف وكانت ربما واحد طريقة الشغال اللي هي يعني كيكون مثلا غير واحد من الرواد هو اللي كاين فما كانش كيعطي فرصة مثلا للجيل الآخر ويوجدوا جيل آخر اللي يقدر أنه يأخذ المشعل فتوقفنا عندهم يمكن عندك الحق لأن مثلا إلا غنقارن مثلا الرواد في الشرق والرواد في المغرب التاريخ يثبت على أن الرواد في الشرق كانوا كيهيئوا الخلف وملي داروا الثروات من الغناء ومن نعم. الموسيقى كاين فيهم اللي دار شركه الانتاج معروف وشركه انتاج اللي عطاو ربما وحده عطات دفعه كبيره اكيد مجد العمروسي مع عبد الحليم حفيظ صحيح داروا عالم الفن كنظن واستمروا واشتغلوا مع اصوات كثيره وبرزوا بزاف ديال الاصوات نعم. وبزاف ديال النجوم ماشي غير مصريه مغربيه لان حتى ليلى غفران فهي كانت سميره سعيد هي كانت نعم عز جلال نعم. واحد العدد ديال الاصوات كانوا عندهم عقد مع هذا الشيء هاد الناس في المغرب اللي جناو ثروات من الموسيقى المغربيه ما مشاوش في هذا الاتجاه مشاو لحوايج اخرين حقهم تيبقى ديالهم ولكن كانت عندهم واحد المسؤوليه كان خصهم يتحملوها تجاه الجيل القادم تنظن هذه واحده من الاسباب القطيعه الان اللي كاينه ما بين الجيل الحالي باش ما بغيناش في الحلقه ديال اليوم استاذ زياد ما بغيناش يعني يكون اللوم فقط على الجيل ديال اليوم لان اكيد ان في اي انتشار كيكون فيه الطالح وكيكون فيه الفالح اكيد احنا اكيد انك وحنا كاملين مسؤولين على ما يروج اليوم في الساحه الفنيه البعض منا راه كاين انتاجات اللي هي في المستوى كاينين مبدعين كيشتغلوا كاينين البعض ديال الانتاجات ربما هي قليله بمقارنه مع الانتاجات اللي هي مزيانه ما عرفتش كتبقى وجهه نظر ديالك استاذ ولكن اكيد ان الرواد يعني والجيل يعني الذهبي ربما سوا خلى واحد القطيعه بينه وبين هذا الجيل هذا تلقى هذا الجيل راسه بوحده المعاهد ما كاينينش الموسيقيه فين ممكن ربما كانوا قليله والامكانيات تقريبا منعدمه كان معهد ربما واحد في مدينه الدار البيضاء واحد لقيته تسد معاهد ربما في مدن اخرى ما كاينينش فكيفاش ممكن حنا غادي تكون عندنا تربيه المقررات الدراسيه داخل الفصول يعني المدرسيه وكذا ما كاينش ماده وحده اللي كتكلم على الموسيقى وكتتلقى الموسيقى وحدات الصغار نعم. من خطا ربما المدارس اللي الخاصه فكيفاش شنو غادي نطلبوا من هذا الجيل هذا مادام ان هذا الشيء لا هو يعني الان شوف العمليه ديال التحصيل المعرفي والعلمي بخصوص الموسيقى الان ما بقاش مقتصر على المعاهد الموسيقيه دابا راه يمكن لك تكون موسيقي ويمكن لك تدرس الموسيقى في الدار ويمكن لك تجيب استاذ عندك ويمكن لك الانترنت تشوف تعرف به بزاف ديال الحوايج يعني اللي بغى يتعلم شي حاجه راه تيتعلم ليها والدوله
تتقوم بالدور ديالها في واحد المجال اللي هي تتشوفوها هكاك خصو يكون المنظور ديال وزارة الثقافة مثلا في خصوص المعايير الموسيقية تنعرفوه هذاك الشيء اللي عطى الله والسوق مع الانسان ما يدير لان وزارة الثقافة ميزانيتها كتبقى دائما هي اقل ميزانية كاينة في الوزارات كلهم من اللي في الحكومة وبالتالي كاين عدد ديال المشاكل في كتهم الوزارة ديال الثقافة ابار الدعم وابار المسرح وابار سميتو المسائل الاخرى المعايير الموسيقية هي راه كتعيش واحد العدد ديال المشاكل وداك هذاك الخلط اللي كاين او داك التداخل اللي ما بين الجامعات المحلية ووزارة الثقافة بعض المرات تيكون عائق في تطوير هذيك المعايير لان كيبقى داك المعاد خص ترخص ليه الوزاره واللي كتجهزو هي المجموعه او الجامعه الحضاريه وبالتالي تيكون واحد المشكل ديال بلاتي الامكانيات لابيل دوف الاستاذ الموسيقى تيتخلص من ميزانيه الجامعه والاستاذ الموسيقى راه استاذ مظلوم في المغرب راه مظلوم الاستاذ الموسيقى راه واكل العصا بزاف الشركه شنو كياخذ والو 15 درهم ولا 20 درهم في الساعه غتعيشوا شحال ساعه كيشتغل مع التلميذ باش من نفسيه غادي يحبب لك الموسيقى وباش من اريحيه غيشتغل هذا الاستاذ اللي كيتسنى حتى هو اخر الشهر ربما يكون مجوج وعنده وليدات وعنده راه واحد العدد المشاكل كاينين حتى هما كيساهموا باش الموسيقى ما تكونش في المستوى وتكون بهذه الصوره هذه اللي حنا كنشوفوها الان. نعم انا راني مع ظهور الانترنت بالشكل باش تكلمتي استاذ زياد نقدروا نقولوا بلي المعاهد ممكن تنقرض مستقبلا من المغرب ما تنظنش المعاهد خاصه فيها الا بغيتي دير موسيقى خصك تخلص قدا وقدا ديال الفلوس باش ديرها شوف. مع دي بروف اللي هما عالي زهير الا مشيتي اخر السنه الحفلات ديال التخرج اللي تديرهم المعاهد الخاصه اللي كيتخلصوا فيها اللي كيخلصوا فيها الناس بالفلوس وقارنتي مع الحفلات ديال التخرج ديال المعاهد ديالنا الا هي كانت بعدا اساسا في المعاهد العموميه غتلقى واحد الفرق شاسع جدا كانك كنتي في نيويورك نعم. وجابتك الطياره حطتك في نجامينا في تشاد نعم ما كاين حتى مقارنه الناس اولا كيفاش تيدخلوا كيفاش لابسين والامكانيات والسيارات اللي محطوطه على برا وشحال تيخسروا على وليداتهم ديال الفلوس الله يحسن الاول اوكي ما كاينش ولكن لا حتى الموسيقى اللي كيشتغلوا عليها اش من نوع موسيقي كتقلب عليه ملي كتجي كتلقى معايد التخرج كتخرج لك ولاد وبنات تيعزفوا على البيانو تيدرسوا الغربي نعم تيدرسوا الموسيقى العربيه نعم الكمال الغربي نعم ماشي كمال عربي العربي ما كاينش الكمال العربي وداك الشيء كاين في المعايد العموميه ولكن الامكانيات ضعيفه والاساتذه مساكن واكلين الشحط كيفاش غيشتغلوا شنو غيخرجوا لك نعم عندي بغينا نرجعوا عند الرواد لان كيهمنا بدرجه كبيره لان اجرنا النقاش يعني ربما ما يروج ما شنو هما شنو دارت الدوله باش تعطي وتلقى الموسيقى يعني الشباب والناس اللي بغاو يتعلموا الموسيقى كيتقال مؤخرا على ان ربما الرواد كان عندهم واحد الجانب اللي كيعتمدوا فيه غير على روسهم ما كيبغيوش يعطيو يعني الفرصه للاخر وكانت نوع من الانانيه في الاشتغال وكانوا ناس محتوم على رؤوس الاصابع من الرواد هما اللي كانوا يعني طاغيين في الساحه الفنيه ومحتكرين الساحه فعلا. بغيتك تكلم معايا بصراحه في هذه النقطه هذه لان كيف ما قلتي في البدايه الاغنيه هي وثيقه يعني تاريخيه ولكن حتى الطريقه باش الناس كانوا كيشتغلوا تيا تؤرخ وحنا كنعرفوا ان بزاف ديال الملوك ربما حقوا انجازات ولكن الطريقه باش تحقق ديك الانجازات راه كتب عليها التاريخ فهذه الانجازات هذه كل شيء كيعرف بلي الاغنيه المغربيه كانت اغنيه اللي هي جميله وراقيه ولكن طريقه الاشتغال واش كان نفاق في ديك الوقت واش ما كانش واش كان احتكار ولا ما كانش واش كانت حرب ولا ما كانش هادشي عشيها الحجزيات وبغينا نعرفوا شوف الحرب والصراعات والخلافات دائما مرتبطين بهذا الميدان بكري دابا من المستقبل اللي جاي غيبقى دائما كاينه حرب ام كلثوم كانت كتحارب مع سبعان وكانت كتحارب مع عدد الاصوات وكانت كتصوت على الاغنيه قبل ما تمشي لجهه اخرى كانت كتسمع الملحن عنده لحن جديد كتعيط ليه هو هي الاولى وتغريه وتسمع من عنده وتاخذها ليه وتحيدها المغنيه اخرى وهذه منافسه في المجال الفني مقبوله حنا تنقبلوا هذا الشيء مرحبا ماشي خايب حيت في الاخير الجمهور هو اللي كيتمتع بذاك العمل هو اللي كيسمعوا هو اللي كيحتضنوا ولكن هذاك الصوت اللي غادي يغني هذه الاغنيه دي ماشي بحال هذا الصوت هذا يوعى انا نعم. كان انا كنعيب على ان مثلا غادي نصوب اغنيه وكنت مثلا غنعطيها لنعيم مسامح وكنعرف القدره ديال نعيم مسامح والشعبيه ديال نعيم مسامح وتجي مثلا تصوتي عليها مغنيه ايغريغ ما معروفاش حيت عندها الفلوس ومستعده تخلص اكثر من نعيم مسامح غنعطيها الاغنيه نعم. هذا شيء ما تتقبلوش
الاغنيه كياخذها الانسان اللي كيستحقها واللي تصوبات ليه باش فعلا توصل. لان الملحن ملي تيامن بهذا الصوت هو اللي غيغنيها راه صافي، راه هذاك الصوت فعلا هو اللي خصو يغنيها. كنظن هذا هو الاطار اللي خصنا نحترموه. اما المنافسه شي حاجه مقبوله، ماشي عيب، الحرب دائما كاينه وغتبقى دائما كاينه. مساله بغيناك تعطينا شي حاجه من الكواليس لهشيه زياته ولا اللي انت ربما عارفها. فاحنا كنا كنعرفونا الملحنين وكتاب الكلمات هما اللي كانوا كيتحكموا في الاغنيه بدرجه كبيره. فعلا كان معايا استاذ محمود ادريسي وكان معايا في الكرسي اللي بارك فيه دابا حز زيات، وكان تكلم على واحد النقطه مهمه، تكلم على ان عبد السلام عامر رحمه الله يعني الاغنيه ديال رحيله هو كان كيجرب به اي اغنيه كان كيديرها الرحيل كان كيعطيها لمحمود ادريسي باش يشوف الاغنيه واش غتنجح ولا ما تنجحش، ومن بعد كيعطيها لفنان اخر. فعلا فرحيله كان غادي يغنيها هو، وتعطات يعني الاستاذ الحياني الله يرحمه. السبب هو انه محمود ادريسي ما كانش باغي يغني اغنيه وطنيه، لانه غنى بزاف ديال الاغاني الوطنيه وقطع عليه استاذ عبد السلام عامر اغنيه وطنيه واستاذ محمود ادريسي رفض، فمن بعد حيد ليه الاغنيه ديال الرحيله. هاد السلوكات هذه واش كانت بواحد الدرجه اللي هي كبيره، لان ما بني ربما على بعض الاشياء اللي هي شويه ناقصه، اكيد ان الجيل اللي غيجي من بعد اكيد انه غيشرب منها. وهو شوف السلوكات ديال الملحنين القدام كانت كتختلف وعندها علاقه بالتكوين الشخصي ديال الانسان، حيت كاين الانسان اللي عنده واحد شويه الانانيه تيبغي يفرض رايه بزاف على المطرب، انا هو الملحن، انا هو المبدع، انا اللي خلق ديك الاغنيه، وبالتالي كيشوف راسه هو ممكن يخلق لك النجاح ديالك بديك الانانيه وداك الجبروت ديالو وداك الشيء اللي عنده لداخل. حيت كل واحد فينا فيه واحد الشخص صغير متعنت. نعم تيرضاش. نعم يمكن لي ملي قال له لا غني هذه قال له لا، ملي قال له لا انا نقول لك لا، ما بقاش مسألة ولات شخصية يعني. فهمتي واش عندك شي واقعة ممكن تحكي لنا في الحلقة ديال اليوم؟ لا 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 بحال هذا الشكل لا ما عنديش. علاش؟ لأن أنا بعيد على هذا السلوك. أنا وقعت لي واحد لا غتكون سمعتي، أنا وقع لي العكس. نعم مثلا في أغنية جنان الكرمة في الجينيريك اللي غنات نعيمة سميح كنت لحنته واقترحت اللحن، سمعت اللحن لفريدة برقية المخرجة فريدة برقية اللي كنحييها من هذا المنبر، سمعت اللحن بصوتي قالت لي الله هي هذه الاغنيه ديال الجينيريك. قلت لها عجبتك؟ قالت لي عجبات. قلت لها انا راه ما عجبنيش هذا الشيء، الاغنيه عجبتني اللحن الكلمات عجبوني ولكن الصوت ديالي انا ما غيبان والو الا غنات نعيمه سميح هذه الاغنيه هذه. نعم شفتي الكلمات واللحن بصوت نعيمه سميح. قالت لي ما يمكنش. قلت لي انا بغيتك انت اللي تغني. قلت لها ولكن انا بغيت نعيمه سميح تغني هذه الاغنيه. قلت لي ما قدرتش نتحمل المسؤوليه. تحمل مسؤوليتك. تحملت مسؤوليتي ومشيت لبن سليمان ومشيت عند نعيمة للدار واستقبلتني مزيان اختي نعيمة الله يطول عمرها. امين. وسمعت الاغنيه وملي سمعت الاغنيه بكات قدامي، قالت لي هذا الشيء مصوب لي انا ديالي، هذه الاغنيه هذه اغنيتي وانا اللي غنغنيها. وغنات الاغنيه وكانت الحمد لله اصداء طيبه جدا ديال الاغنيه. انا عندي العكس، انا ما نقدرش نحيد اغنيه لواحد الصوت صوبتها لي ونعطيها لصوت اخر لاغراض شخصيه او لتعنت او نعطينا غير نموذج باش تعطيني نماذج اخرى. النموذج اللي عطيتيني انت راه غير واحد. نعم في ذاك الوقت اللي كتكلم عليه راه كانت نماذج كثيره ما تقشي بيا، راه تلحنت لسميره بن سعيد. نعم علاش مشات لعبدادي بالخياط الله اعلم. اكيد انا عندك على سهل. لا انا والله ما عندي، كون عندي نقولها ما كاينش مشكل. غادي نستمروا معكم مستمعي الكرام، ختام يعني المحور الاول من الاغنيه المغربيه، املك في الاغنيه المغربيه مستقبلا كيفاش كتشوف؟ بدون يعني مجامله راك تكلمت عليها في بدايه ديال الحلقه، بزاف ديال الفنانين كيجيو حتى الميكرو كيبداو يجاملوا بعض الفنانين على حساب يعني الجمهور، فبهذا الشكل اللي كتنتج بهذا الشكل يعني اللي كاينين فيه الاغاني اليوم بهذا المستوى هذا بهذا اللحن بهذه التوزيعات بهذه الكلمات، كيفاش كتشوف مستقبل الاغنيه المغربيه؟ شوف انطلاقا من المعطيات اللي كاينه دابا والادوات اللي كيشتغلوا بها الموسيقيين المغاربه، الاغنيه المغربيه الان مهيئه ومؤهله باش تكون اغنيه تنافسيه. نهضروا في الواقع، الدليل هو ان اغنيتنا خرجت الحدود، فاتت الحدود المغرب ومعروفه في الجزائر في تونس في الخليج في الدول العربيه كلها. مزيان، هذا الشيء مؤشرات طيبه وجميله جدا، ولكن كنعاود نقول وغنبقى ديما نقول الكلمه المغربيه خصها ترقى وخصها تنوع وخصها تكون في المستوى وخصها تكون كتمرر رسائل انسانيه وصور شعرية جميله ويكون فيها الجمال البعد الجمالي حاضر في الكتابه باش الناس يعرفونا رحنا فنانين مبدعين حقيقيين. نقدروا نقولوا بلي عندنا ازمه كتابه اليوم عندنا ازمه كتابه. نعم. عندنا ازمه كتابه في الجيل الحالي.
تقدر دابا الا دورتي في الرفوف ديال الجيل اللي فات تقدر ما تمشي مثلا للدار ديال السي الحداني الله يرحمه، او العلج الله يرحمه، او فتح الله المغاري الله يطول عمره، او الباتولي، او احمد صبري، او محمد حي، او واحد العدد الناس اللي كتبوا الاغنيه المغربيه غتقدر تلقى عندهم العلج. نعم غتلقى عندهم اغاني كتحمق، ولكن خاصها تخرج، خاص الملحنين، حتى الملحن اللي غيبغي يشتغل على الاغاني خاصو يكون مؤهل باش يخدم هذوك النصوص، لان ما يمكنلكش النص ديال العلج وتلحنوا بطريقه ديال اغنيه من هاد الاغاني اللي كيداروا دابا، خاص الملحن، لا خاص الملحن يكون عنده خيال كبير ويكون عنده ثقافه موسيقيه كبيره وكيعرف شنو كيدير ومنين كيبدا وفين كيسالي وشنو، ويلبس داك الكلام اللحن اللي كيستاهلو واللي كيوصلو باش يكون فعلا اغنيه مغربيه اللي حنا كنعرفوها دائما. نعم بقى دقائق قليله هي اللي غنتكلموا فيها على الدعم ديال الاغنيه المغربيه. كيف ما قلت لكم استاذ زياس هو عضو اللجنه يعني ديال الدعم الاغنيه المغربيه اللي كتخصو وزاره الثقافه الاغنيه المغربيه. ما عرفتش يعني كيفاش تبدل الموقف ديال السي محمد زياد يعني من موقفه من شحال هادي يعني من الدعم ديال الاغنيه المغربيه، وكان كيتكلم عليه بواحد الشكل اللي هو ما مقبولش، كيقول لك بلي انا ما قابلش هذاك الدعم بداك الشكل باش كي يعني باش كيتقدم. فاليوم هو عضو في اللجنه ديال الدعم، فشنو هو اللي بدل الموقف ديالك السي محمد؟ موقفي ما تبدلش، موقفي ما تبدلش، لان كنت نقول على انه مشروع في الاول كان مشروع اعرج. نعم الوقت اللي خرج النهار الاول كان مشروع اعرج، وكنت متيقن على انه ما غاديش يخدم الاغنيه المغربيه، كنت متيقن. علاش؟ والدليل هو ان ملي تدعموا الاغاني وتصوبوا وتعطوا لهم الفلوس باش يتصوبوا وتصوبوا الاغاني وجاو وتحطوا في الرفوف ما سمعهم حتى واحد. نعم ما قدموا حتى شي حاجه للاغنيه المغربيه. هادشي قلته وفعلا عاشوا هذاك المشروع، عاش هادشي اللي قلت، حتى واحد ما يقدر ينكر هادشي. الاخوه اللي معنا في اللجنه والمبدعين كلهم عاشوا نفس وكيقولوا نفس الملاحظات. نعم. انا موقفي كان موقفي بصفتي كمبدع يمكن له يتعامل مع ذاك المشروع، يطلب المشروع. انا ما قدمتش مشاريع ديالي، عندي اغاني وما بغيتش ناخذ الدعم ديال الاغنيه المغربيه لقناعتي الشخصيه. كنت دائما تنامل على ان الغناء في المغرب يمكن له يتطور في القطاع الخاص. نعم. والغناء في المشرق تطور في القطاع الخاص، والغناء في امريكا كيتطور في القطاع الخاص. الدوله يمكن لها توجه ترسم خريطه الطريق ديال المبدعين من خلال وزاره الثقافه وندوات كبيره ومناظرات وطنيه ودير واحد العدد ديال المسائل. الدعم كيبقى شي حاجه اللي بالنسبه لي انايا ماشي ضروري. المبدع خصو يخدم، خصو يقلب على الفلوس باش يخدم الابداع ديالو من خلال شركات خاصه، قطاع خاص هو اللي غيطور الاغنيه. نعم. وشنو اللي غيخليك وسط من يعني وانت باقى يعني الموقف ديالك ما تبدلش واحد القيسه انت مساهم في الدعم؟ انا في اللجنه، كنقوم بواحد الدور ديال الحكم، بما ان المشروع كاين المبدعين محتاجين ليه في المغرب وبغاو وخصهم هذاك المشروع في غياب شركه الانتاج. فملي تعرض عليا انني نساهم بصفتي كحكم في هذيك المباراه الا بغيت تسميها، فارتئس على انه الموقف ديالي لا يتعارض القبول ديالي باش نكون عضو في اللجنه، لا يتعارض مع القناعات الشخصيه ديالي. العيب الى انني شجت مشروع دابا وحطيته وقلت انا بغيت ندخل باش ناخذ انا الفلوس ديال الدعم. انا ما ناخذش فلوس الدعم، انا دو منظوري نهار الاول قلت على ان القطاع الخاص هو اللي غيطور الاغنيه. لا ولكن انت التركيبه ديال هذا الدعم هذا انت متفقش مع الحساب الكلام اللي قلت. لا المشروع الاول. نعم. في 2012 كان اعرج، الان راه المشروع اللي كاين دابا ما عنده حتى علاقه بالمشروع اللي تغير. تغيرت الطريقه ديال الدعم، تغيرت الكتاب ديال دفتر التحملات ديال الوزاره. ما كانش عندنا دفتر تحملات في المشروع الاول في 2012. نعم. ما كانش واضح، الان كاينه امور واضحه. شركه الانتاج محل من الاعراب شنو هو، المتعهد شنو محل الاعراب ديالو في المشروع، الملحن، الكاتب، الطريقه باش كيتقدم المشروع، الحقوق ديال كل واحد فيهم كيفاش كذا. هذه مسائل اللي الوزاره حبكات فيها. نعم. هنا ولات الامور واضحه، نقدر نقول لك ما بقى عند الانسان هنا فين يبقى يخربق، كل شيء واضح. زهير جا حقه معروف شنو هو، الاخر شنو، ولكن المحتوى ديال المشروع اللي كنتكلموا عليه، المحتوى ديال الملفات اللي كتعرض، هذه مساله اخرى فيها نظر. نعم فيها نظر. انت قلتي بلي كيتعطى الدعم في الاول وكيبقى في الرفوف، ديك الاغاني مثلا اللي كتنتج كتبقى في الرفوف ما كيسمعها حتى شي واحد، ما كيسمع حد باقى لحد الان. هاد النقطه باقى هاد النقطه حتى العام اللي فات الاغاني اللي واش عندكم، واش نتوما كديروا لقاءات مع السيد الوزير يعني باش تكلموا معاه على هاد المسائل هذه؟ لان انا غادي كنت غندعم من فلوس مثلا ديال نعرف. انت قلتي في الاول بالميزانيه ديال الثقافه ميزانيه ضعيفه،
فكيفاش انا من الميزانيه غنستنزف واحد القدر ديال الفلوس وغنعطيه لواحد نعطيه مثلا لواحد الفنان ونعطيه مثلا اغنيه اللي ما غيسمعها حتى شي واحد غتبقى في الرفوف. مشكل كبير هذا بحال سولات سنه مؤكده وصافي. كل عام تخرج طريف ديال الفلوس وتعطيه الاغنيه واغنيه غيتحط في. انا كنت فرحان بزاف يعني الاسبوع اللي فات فاش خديت يعني الالبوم ديال لمياء الزيدي ولقيت الدعم ديال وزاره الثقافه في اغنيه. نعم كنقول الحمد لله اليوم كيوصلني انتاج اليوم غنبقاو نسمعوه مدعم اللي هو مدعم من وزاره الثقافه لاول مره. وراه اشوف انا العام اللي فات ملي تقدموا المشاريع كنت كنتمنى نشوف مثلا المشاريع ديال فدوى المالكي، اسماء المنور، سعد المجرد، حاتيم، فلان من الجيل الحالي اللي هما الان كاينين حاضرين. ربما ما محتاجينش للدعم. لا بالعكس ربما غنضيعوا ناس اخرين اللي لا هما. نقول لك نعم. علاش نقول لك علاش كنت غنكون فرحان؟ علاش؟ باش على الاقل يوقع هذا الشيء اللي هذه الملاحظه اللي قلتي حتى حنا نحسوا بها على ان هذه الاغاني الان اللي كتروج واللي هي دايره كيف تيسميو هذاك المصطلح لو بوز واخا هو عنده ترجمه اخرى عنده دلاله اخرى. هذه الاغاني تكون حتى هي فيها لابيل ديال وزاره الثقافه. ربما نقولوا غدا ولا بعد غدا هذه الاغاني اللي دعمتهم وزاره الثقافه صافي دير داخلين في التوجه الرسمي ديال وزاره الثقافه ديال الدولة وزارة الثقافة دولة. نعم. توجه الرسمي نعم. الدولة رسمية الدولة. نعم. فهاد الناس برافو ما محتاجينش للدعم تيدخلوا في الإطار اللي أنا كنأيدو. نعم. لأن الأغنية كيمكن لها تطور في القطاع الخاص. ولكن واش هاد المبدعين كيشتغلوا مع شركات راه كيشتغلوا بوحدهم راه ما عندهم. نعم. راه هما اللي كيخلصوا من جيبهم. غادي نستمر معاك لأن بقات لي أقل من دقيقة. بقات نقطة مهمة كتعلق بالاستوديو الجديد اللي تم التدشين ديالو يعني في عين سبع بقيمة كبيرة تقنيات عالية. كيفاش كتشوف الاستغلال ديال هذا الاستوديو؟ اولا لا علم لي بهذا الشيء اللي كتقول. انا مبدع في الدار البيضاء ومنتج موسيقي وملحن. ما تلقيت حتى شي دعوه باش نحضر. حضروا بعض الفنانين اصدقائي قالوا لي كانوا في شي استوديو شي حاجه بحال هكا ما حضرتش. ما تلقيت حتى شي دعوه. ما عندي حتى شي فكره على الموضوع. ما نقدرش نقول في العمره لا 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 قبل ما نمشي للعمره انا عندي الخبر. نعم. ما توجهش لي الدعوه كيف ما كتوجهش لي الدعوه لواحد العدد ديال المسائل. يمكن الناس مصنفيني لانني شويه قبيح تيشوفوني يمكن وقيل ما ماشي هو هذاك ما كان ما نصلحش لهذه المسائل هذه. انا ما عنديش فكره على الموضوع ما نقدرش ندوي عليه. اوكي اذا غادي نستمروا معكم مستمعي الاوفياء وكنشكر الاستاذ محمد زياس في الحلقه ديال اليوم وكنشكره دائما يعني كيخلي اشياء اللي هي يعني مهمه في البرنامج من خلال مجموعه من يعني من تصريحات ديالو اجوبه ديالو على مجموعه من الاسئله اللي طرحناها في الحلقه ديال اليوم. كلمه اخيره ليك استاذ زياد وشكرا. نتمنى بلي كنتي مرتاح. لا مرتاح انا دائما مرتاح في راديو مارس. مرحبا بك. وفوق هادشي كله اخر كلمه بغيت نقول هو انه راه ما عمري انا بيني وبين الله سبحانه وتعالى وبين ضميري وهذا النهار ديال الجمعه كيف تنقولوا ما عمر الاحكام ديالي على شي موضوع او اجوبتي على شي سؤال دائما كتكون مرتبطه وعندها شي خلفيات. انا دائما اتكلم بصدق وكنجاوب بصدق وكنتكلم معك بصدق كيف كنتكلم مع الناس في الشارع بصدق وفي داري بصدق. ما عمر شي واحد حتى شي واحد ما عنده الحق يحور الكلام ديالي ويشخصه ويردو شخصي بيني وبينه. انا كنتكلم على امور عامه جدا كتهم الموسيقى المغربيه وعندي غيره على الموسيقى كيف عندي غيره على الدراب ديال المغرب وكيف غيره عندي غيره على كل ما هو مغربي. غنبقى دائما هكا حتى يدي الله الامانه ديالو. شكرا لك استاذ محمد زياد. غادي نستمروا معكم مستمعي الكرام مازال ان شاء الله تكون معنا حلقه اخرى مع استاذ زياد وان شاء الله يكون عمل جي عملي ما تكلمناش عليه. جايين اعمال جايين اعمال جايين اعمال بسرعه لان مشى الوقت. جايين اعمال مع الموزي جلال الحمداوي قريبا ان شاء الله غنتوج البريكسل باش ندير انا وياه اللمسات الاخيره على سينجل جديد. وعندي عمل مع طارق حجيلي وان شاء الله كندرس واحد الامكانيه ديال انني ندير واحد ديو ان شاء الله مع فدوى المالكي وغادي نتوج ان شاء الله القاهره بعد ما نتفق مع الموزي الموسيقي باش نمشيو ان شاء الله نصوبوا ان شاء الله الاغنيه ديالنا. لا ماكيت قريبه توجد ان شاء الله. نتمنى من الله الظروف تواتي تكون مواتيه باش نديروا هادشي ان شاء الله. شكرا لك استاذ زياد على قعد يعني الاعمال اللي ذكرتيها اليوم ونتمنى لك التوفيق مسيره فنيه موفقه. غنكمل معكم مستمعي الكرام فاصل اشاري غادي يوصلكم الموجز اخبار بعد تكون معنا الاستاذه ديلار. موضوع حلقه اليوم طريق الشقاق. بقاو معنا راديو مارس لا راديو دو سبور اي دو لا موسيقى.